بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أخوكم المهندس نور الدين نجدية. اليوم إن شاء الله راح نكمل كورس السولار سيستم ديزاين يوزنج سكتش أب. بس بالبداية خلينا نرجع للكونتنت تمام اللي حكيناه أساس نشوف إيش غطينا من الكورس وإيش ضايل. طيب حكينا how we can integrate solar system وهذا الإشي شفناه with the scalion plugin تمام أخذناها without scalion plugin. Direct of PV panels حكينا إنه راح يكون على الجنوب تمام in Jordan. Add geographical site برضو شفناها. The benefits of SketchUp in solar system design شفنا إنه فوائد البرنامج تحليل الظل تمام بسهولته إني أنا بعمل سكتش كامل النظام تمام بستفيد ممكن أنا أستغل المساحات من خلاله أوكي وأعمل المسافات between the arrays تمام على أساس تكون يعني مسافات صيانة أو أساس الفير أو كذا. اليوم كمان راح نتطرق لها شوي. Shading analysis شفناه والother engineering aspects. اليوم إن شاء الله بدنا نحكي عن هاي الaspects تمام. طيب شباب الآن بالنسبة للaspects هاي تمام الجوانب الهندسية، الآن في عندي موضوع حكينا عنه الجماليات تمام. لو نيجي هون طيب الآن بالنسبة للجماليات بتلاحظ هون شكل المبنى إنه الأري هاي تمام parallel لشكل المبنى، يعني هي موازية لنفس الشكل على أساس أطلع أنا الشكل تبعي كويس تمام. يعني لو أنا عاكس هاي الأري راح يكون الشكل يعني مثلا لو نفرض أنها كانت من هون لهون هيك تمام وأنا جيت عكستها راح يصير الشكل يعني مش جميل بالدرجة هاي تمام. طيب بنلاحظ هون نفس الموضوع انها بارلل مع المبنى تمام. بنلاحظ هون الشكل مش مرتب تمام، تلاقي اشي هون طالع اشي نازل. والغلط كمان هون مش بس بالشكل، انه عندي هون التل تمام الزاوية مختلفة عن باقي الزوايا هاي، وهاي طبعا كثير غلط. هون راح اكيد راح يصير في شيدنج، فالتصميم هذا بشكل عام غلط تمام. كمان موضوع الجماليات مش بس تصميم الخلايا، موضوع خلينا نحكي الكومبوننتس الثانية تمام زي الاسلاك والكيبل تري والى اخره، انه مش لازم تكون مبينة بالقدر المستطاع. طيب الان من الاسبكت هاي كمان من الجوانب موضوع الشيدنج. هسه انا اذا صممت تمام نظام وكان عندي على جزء معين منه شيدنج اوكي، هسه راح نعمل سكتش ونشوف. الان انا شو لازم اعمل؟ خلص مش قادر مثلا او مش ما في مجال اتفادى هذا الشيدنج. الان بلما استخدم الانفرتر تمام هذا ام بي بي تي انفرتر بدي احط الاري تمام اللي ما عليها شيدنج على ام بي بي تي لحال، والاري اللي عليها شيدنج على ام بي بي تي ثاني تمام. يعني انا لما ما يكون عندي مجال اتفادى الظل بحط السيريز الاري تبعتي الكامله اللي ما عليها شيدنج على ام بي بي تي واحده واللي عليها شيدنج على ام بي بي تي ثاني. طيب شباب لو جينا نعمل لون مجسم تمام نشوف هاي الاسبكتس عليه. طيب تمام الان لو انا عملت 10.8 اخترت امر ريكتانجل تمام 10.8 بوش 3 متر تمام، انا بدي اعمله زي كوخ على اداة اللاين على الميد بوينت، برفع مثلا 1.70 متر، اتأكد انه على البلو اكسس 1.70 متر جبتها هون. طيب تمام الان بوش 10 متر بوش 10 متر بعمل هاي ديليت. الان لو بدنا نحسن شكله شوي بنعمل هيك بوش 20 سنتي تمام، بوش لون 20 سنتي. الآن لو محيت أنا هاي هون بوش 20 سنتي، هون كمان 20 سنتي. طيب تمام يعني هاي الجسم تبعي. طيب تمام الآن بعد ما رسمته أنا بدي أحط عليه موديول. لو أجينا هون على سكليون بالنسبة لموضوع الكرميد، الآن بفعل هاي الريلاتيف تلت، الآن بعطيك هون هاي زاوية الريلاتيف تلت هاي، يعني هي صفر راح يكون الاتجاه نفس اتجاه الكرميد. اذا انا حاب ازيدها شوي مثلا درجتين ثلاث ارفعها ممكن احط هون. انا اخترت الخليه تبعتي لو انا اعطيته كونتينيو تمام، اعمل اكسبلود على اساس احركهم زي ما بدي.
لاحظ هون انه الشكل تمام. يعني نفس برا للمبنى تمام. ما في شيدنج على موضوع الام بي بي تي، يعني بقدر احط هذا البرا للسترينج تمام، اذا كان الانفرتر بتحمل كل هاي سترينج بحطه على ام بي بي تي وحده. طيب تمام. الان بدنا نيجي نمحي هاي، نحاول نعمل شيدنج. يعني مثلا لو كان في هون مثلا كان في سيركل هيك تمام، مثلا كان في هون مدخنه او عمود، يعني وات ايفر. احنا بس بدنا نحاول نعمل محاكاه للنظام. فعلنا الشيدنج تمام، حكينا بواحد وعشرين اتناش الساعة تسعة للساعة تلات. طيب أي أيام لأن مشي الظل هاي الساعة عشرة حداش اتناش واحدة تنتين تلات. لأن الساعة تلات صار في على هاي البانل ظل. طيب تمام. لأن الأري كله سيريز فلما يجي عليه ظل راح يفصل كامل. طيب هاي الحالة باللاندسكيب في اشي اسمه باي باس دايود بكون موجود هون تمام، هم 3 باي باس دايود. يعني هيك لو مشينا بهاي مجموع البانل هدول او مجموع السيلز هاي، في هون باي باس دايود ومجموع بنهاية هاي باي باس دايود هون باي باس دايود. طيب الاري الان بتكون سيريز فلما يجي عليها ظل فبتفصل كامل الاري تمام، بس في موضوع اشي اسمه باي باس دايود. طيب شباب بالنسبة للباي باس دايود تمام، راح افرجيكم هون فيديو بالنسبة للبورتريت واللاندسكيب. نلاحظ هون اذا كانت الخلية بورتريت هاي اجى ظل اول باي باس دايود تمام، فصل باور هون فصلت الخلية كاملة تمام، هو موجود هون بنهاية السميشن اوف سيلز الباي باس دايود. لان بحالة اللاندسكيب لو رجعنا شوي فصل اول باي باس دايود تمام، الثاني رد اشتغل اول بس راح ذل، رد اشتغل تاني، يعني بكون الباور تمام. خلينا نحكي التلتين، انا خسرت انا التلت بدل ما اخسر الكل تمام، وهذا نفس الحاله بالسكتش اللي عندنا. طيب تمام. الان يعني احنا بس فوكس على السكتش والديزاين، ما بدناش ندخل بموضوع الكهرباء. اذا صار في مجال ممكن نعمل كورس بس على موضوع يعني الجوانب الكهربائيه في تصميم الانظمه الشمسيه. طيب تمام. نرجع الساعه 3. طيب الان انا ما بقدر اخلي الاري هيك تمام، شو ممكن اعمل؟ مثلا اذا كان معي لسه مساحه زي هيك، نعرف احنا انه اول شيء بنحاول دائما بحاول اتفادى الظل، يعني تقريبا هيك دائما بحاول اتفادى الظل، يعني البيست سوليوشن اتفادى الظل. ما قدرت اتفاداه بستخدم الموضوع اللي حكينا عنه انه بوزع الاريز على الام بي بي تي. طيب تمام. الآن حالة ثانية، لو نفس المبنى هاد لو عملنا عليه كامل هيك. طيب الآن المبنى هاد بدي أعمل له روتيت بدي يكون حول البلو أكسس تمام، بعمل له 90 درجة. خليني أعمل له موف. طيب الان تمام. الان احنا بنوجه على الجنوب تمام، بس بهي الحاله انا يعني الاستراكشر بده يصير مكلف تمام، اساس انا اوجه على الجنوب وموضوع الجماليات راح يصير صعب. فشو عندي حل؟ الان الشمس كيف مسارها؟ الان الشمس تطلع من هون هيك تمام، من الشرق للجنوب هيك للغرب تمام، فبكون الجنوب هو الاوبتيمم. الان انا بقدر اركب على الشرق تمام وعلى الغرب، بس ما بقدر اركب على الشمال. طيب هاي الجهة الغربية. الآن أنا نفس الإشي بدي أعمل جهة هون تمام. نفرض إنه مثلا أنا النظام ما كفى هذا البانلز تمام، وطبعا الإنتاجية هيك راح تقل، فأنا مضطر أزيد بانلز. لو جينا بس نعدل عليه خلينا نطفي ظل إكسبلود
move. طيب تمام، إنه نخليه نفس الشكل هذاك. طيب تمام، احنا عملنا على الجهة الشرقية والغربية نفس الشكل. تمام، هذا برضو من الجماليات. الآن بالنسبة لهاي الأري، لو فرضنا انه هذول تو أري، تمام، احنا طبعا ما بنشتغل اشي يعني خلينا نحكي دقيق او محسوب، بس احنا بنعمل زي محاكاة تمام وبراكتس، على اساس لما اجي اشتغل مشروع عندي خليني احكي الارقام صحيحه والحسابات دقيقه، اعرف كيف اشتغل. طيب تمام، الان بس المصانع، تمام، يعني رسمه الكرمية تقريبا نفس الهنجر، بس الهنجر بكون فيه مساحات كبيره وانا بدي استغلها، فبنزرع خلايا على الشرق والغرب. تمام، الان بهي الحاله ما بقدر احط هذول الاثنين على نفس الام بي بي تي، تمام، لانه في اختلاف بالتوليد. فشو بسوي؟ بحط هاي، لو فرضنا انه هاي اري واحده، بحطها على ام بي بي تي وهاي على ام بي بي تي. طيب تمام، الآن رسم الكرمية تقريبا نفس رسم المصنع، تمام. بالنسبة للزاوية هاي، يعني لما تعمل سايت فيزيت، لما أنت تروح تزور الموقع، ممكن تطلبها من المخططات تبعت المصنع يعطيك الزاوية هاي، أساس تكون الرسم دقيق، أساس لما تحسب الإنتاجية على البي في سيستم. طيب تمام، الآن بالنسبة للناس اللي سألتني عن موضوع الاستراكشر، موضوع الاستراكشر إحنا بنشتغل عليه أو بيتم حسابه على برامج تاني، مش برامج سكتش اب زي برامج الانسيز او الاستادي برو او البروكن، تمام. لان انا اذا بدي ارسم الاستراكشر على سكتش اب، هو فعليا ما بكون ديزاين للاستراكشر، اوكي، بدنا نميز، هو بكون سكتش وليس ديزاين. الديزاين الفعلي للاستراكشر، واني انا اصمم على الاستادي برو، تمام، واحسب الويند لود واللايف لود والديد لود والسنو لود والارثكويك لود، يعني جميع اللود هاي انا بحسبها، تمام، اساس احدد، يعني خلينا نحكي الدايمنشنز تبعت الاستراكشر، تمام، وهيك انا بكون عملت له ديزاين. يعني الرسمه هون على السكتش اب هي عباره عن سكتش، يعني ممكن تدخل موضوع الجماليات انه انا احلل الرسمه تبعتي، ليس الا يعني الرسمه هون ليست هي الديزاين الفعلي للاستراكشر، تمام. الان بنهايه الكورس، يعني هذا الفيديو هو اخر فيديو بالكورس، لانه غطينا كل الجوانب، الكورس كان بيسك، بتمنى ان تكونوا استفدتوا، تمام، وبتمنى كمان تعملوا براكتس. يعني الكورس اذا لاحظتوا اغلبه كان يعني خلينا نحكي حكي، مش رسم كثير واعاده رسم، لانه السكتش اب خلص الرسم عليه سهل زي ما انتم شفتوا. بضل انه الشغله عندك انه انت تعمل براكتس، ترسم اكثر من منشاه، تحط عليها سيستم، تعمل جيوغرافيكال سايت زي ما حكينا، ترسم بيتك او بيت الجيران. الان بالنسبه للهوم ورك باخر الكورس، الهوم ورك عباره عن، طيب الان بالنسبه للهوم ورك راح احط لكم لوكيشن، تمام، او الاحداثيات الطول والعرض لوزاره الصحه، وتحاولوا تعملوا لها سكتش وتحطوا عليها اكبر عدد ممكن من الخلايا وذاوت شيدنج، تمام. اللي حابب يشتغلوا على اساس يستفيد يبعث لي على الايميل او على الفيسبوك. طيب تمام، هاي احداثيات وزاره الصحه، بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.